تعال خلي نسولف بالبنزين. البنزين في العراق هو نوعان أو نوعين، العادي ذو 450 دينار، والمحسن ذو 850 دينار. 850 دينار و 450 دينار، هذا هو أسعار البنزين بالعراق بنوعيه العادي والمحسن. في الإقليم هنالك نوع ثالث يدعى بالسوبر، يكون أغلى ب 1200 دينار، قد يكون بهذا السعر أو أرخص أو أغلى. في بغداد طبعا هو هذا بالإقليم سعره 1200 وأكثر، لكن الخبر يقول في بغداد طبعا عن طريق وزارة النفط تقول سنطرح بنزين السوبر بسعر 1000 دينار لللتر الواحد بدءا من أيلول المقبل. لتر بألف بنزين سوبر، يعني هذا الكلاوات تشتو تمشوهن علينا مال المحسن، طلع كلاوات لو هذا باب جديد من أبواب السرقة والكلاوات، لو الموضوع شنو بالتحديد حتى نفتهم، لأنه ماكو فد شي ممكن يتبرر إليه. بنزين سوبر، عما قبل كل شيء أنا أدير بنزين عادي، بنزين عادي نعمة من الله كل شيء ما بي، بنزين عادي وطبيعي وعلى حب الله والوطن ب 450 دينار، أدير كل جمعة ب 15000 ب 16 ب 17 أترسها تكفيني أسبوع، نعمة من الله. أكو ناس تدير محسن على سياراتهم لأنه الماكينة والفيت بوم والنوزلات وهذا لازم يدير محسن حتى يصير تنظيف. أكو سيارة روح تشلب ما تعطل، لو مو دي لو تدير لا تخبط مية ودهنة ما يصير بيها شيء. السوبر هذا مين جايبيننا اياه؟ خلي نشوف الخبر وتفاصيله وماذا كانت تعليقات الناس في موضوع البنزين السوبر. طبعا انا طول عمري اسميه بنزين، واحنا كنا نسميه بنزين بس هو اسمه بنزين، فهل يا ترى سنقول بنزين ام بنزين؟ وماذا تقول انت، بنزين لو بنزين؟ لون لو 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 نختصر بشيء ثاني، خلينا نشوف التعليقات. يقول فرمان اكيد اكيد هم ننتظر مفاجأة تغيير السعر العادي بعد تغيير الحكومة، لان اولوية تجديد الحكومة تدمير الشعب وارادته كما فعل السابقون. كلام ده كبير قوي قوي، كبير قوي قوي على قولة هذا. إيهاب برو يقول، هو بالعربي وبالإنجليزي اسمه، بالعربي اسمه إيهاب برو كاتب، وبالإنجليزي اسمه إيهاب بيرو. بيرو شبيك إيهاب، انت اسمك ما مستقر عليه. يقول يا رب شنو ذنبنا حتى تعاقبنا وتخلي ذولا يحكمونا، مو بلدنا بأنبياء وأئمة، ليش 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 ليش؟ ما حد يعرف ليش، لا أحد يعرف لماذا. ظافر يقول مو زين يهرش النوزلات، هو بنزين عادي وعلي الطيق، نزلوا الدولاء نزلوا الدولاء دمرت المواطن. يا سي بندية تعال خلي نسولف انا وياك على الدولاء. الدولاء الدولاء، والله العظيم كان الحلقة مية المفروض اكون فرحان. دولاء دولار اصبح بقدرة قادر، دولاء دولاء الفرك، دولاء الهوى، دولاء ليش؟ يعني تعليقك حلو يا ظافر، ظافر ستوري.
نو بيقول المواطن دمرت المواطن يا سيبندية. عزيزي المشاهد، ما هي معنى كلمة سيبندية؟ اكتب لنا في التعليقات، والتعليق صاحب الإجابة الصحيحة أو التفسير الصحيح بكل شيء ما راح نسوي له، بس فيدنا بالمعلومة. يعني لا تنتظر مني مثلا أقول لك تحصل جائزة لو هاي، لا بس أرفدنا بالمعلومة الصحيحة، جزاك الله خير الجزاء.